إلى السودان، فبعد احتدام المواجهات بين طرفي النزاع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، أعلن الجيش السوداني أنه أجبر قوات الدعم السريع على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للمدينة والسيطرة على مواقعهم، مؤكدا تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد. من جهته أكد مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أن القصف الممنهج الذي نفذته قوات الدعم السريع على الفاشر أدى إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 110 آخرين. تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة المشهد سالي وبكر من ولاية نهر النيل. إذا سالي، احتدام المعارك بين طرفي النزاع في مدينة الفاشر، ما التفاصيل لديك؟ و يعني أيضا التطورات الميدانية وعدد الإصابات في هذه المعارك. نعم أريج، يعني النزاع لا زال مستمر والمعارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة الفاشر الواقعة شمال دارفور، ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ قرابة الشهر تقريبا. وبالأمس كان هنالك قصف الطيران الحرب ثلاث مركزات الدعم السريع في الشقينة الشمالية من مدينة الفاشر، هذه المناطق التي تمركز قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر والنواحي الغربية وسط المدينة، توجد بها حامية أو قيادة الجيش السوداني وتمركز فيها الجيش السوداني. يحاول الجيش بالقصف مرارا على تمركزات الدعم السريع ومحاولة يعني إجبارهم على الخروج من هذه المناطق التي لا زالت تتمركز فيها الدعم السريع في مدينة الفاشر، ولكن بحسب المتابعات قبل قليل بأن قوات الدعم السريع قامت بالقصف المدفعي باتجاه تمركزات الدعم السريع في وسط وفي غرب وجنوب مدينة الفاشر. سقوط يعني أعداد كبيرة جدا من القتلى ومن الجرحى لم يتم حصرهم حتى الآن، نسبة لازدياد يعني حالات الإصابات التي توافت إلى المستشفى الجنوبي الوحيد الذي يعمل في المدينة والذي يعني يعاني من نقص المعينات الطبية، المحاليل الوريدية ونقص الدم، ويعني هذه الحالات من بينهم حالات حرجة ومهدد بالخروج عن الخدمة تحت أي لحظة، لأن حتى الكوادر الطبية فقط هي التي يعني تسكن بالقرب من المستشفى التي تحاول أن يعني تذهب إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية المطلوبة للجرحى والمصابين، وحتى الآن يعني بشكل كافي لأن يعني المعينات الطبية هي يعني هنالك نقص حاد جدا فيها. كذلك أيضا عمليات النزوح لا زالت مستمرة ومؤخرا يعني هي أصبحت حتى سيرا على الأقدام، كبار السن يتم حملهم على يعني الآلات الصغيرة التي يتم حمل الخضار عليها لإخراجهم من المنازل، ويذهبون المواطنون سيرا على الأقدام من مدينة الفاشر خاصة المناطق المحتمة فيها الاشتباكات إلى مناطق أخرى بحثا عن الأمان وعن الخدمات الأساسية، أنه لا يوجد لا غذاء ولا دواء ولا حتى مياه، حتى المياه التي يحاولون بعد معاناة كبيرة جدا الحصول عليها مياه الفالحة للشرب تتسبب في يعني حالات الإسهال والأوبئة والأمراض المتفشية الآن خاصة بين النساء وبين الأطفال. عدد كبير جدا أيضا سقطوا يعني جرحى وقتلى أيضا في معسكر أبو شوك في شمال الفاشر. نعم. إذا سالي ببكر مراسلة المشهد كنت معنا من ولاية نهر النيل، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.